الدولية احتفالاً بالإنجازات نصف المجتمع بل هي المجتمع كله. جيهان دبلاني تضع قدمها من جديد داخل تمثل النساء المغربية اللي أنا مهم وأنا الحمد لله كيدوزو موف العيد ونحن نحقق خير ما نفتتح به هذا اليوم هي آيات بينات من الذكر الحكيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كنتمنى أننا إن شاء الله نزيدوا مازال قدام. بالنسبة يعني كتخلي رسمي اليوم العالمي للمرأة هو كنعتبرونا وقفة. أنا بالنسبة لي الفنان قبل ما يكون فنان وموهوب هو الفن والفنان خصو يكون أخلاق. غنبغي نقول للمرأة المغربية كافحي ناضلي ضحي تابري وكنطالب كل امرأة عندها مجال من المجالات يعني كتبدع فيه وكتجتهد فيه تكمل المسار ديالها وكنعتبر انا المراه المغربيه مراه وقاده. كلمه منك للحياه الادريسي للنساء المغربيات اللي غادي يشاهدوك على قناه سفير 24. انا كنقدم لهم تهاني بهذا اليوم وهذا اليوم راه ماشي غير المراه المغربيه خاصه اكثر من نهار وانما هذا اليوم غير كاعتراف باشغالهم او باعمالهم خلال طول السنه وكنكرمهم هذا النهار وكنحيي المرأة المغربية لأن المرأة المغربية المرأة الصبارة المرأة اللي كت ما شاء الله فين ما حطيتيها كتلقاها هي في المطبخ هي في المكتب هي في الطيارة سايقة طيارة ما شاء الله تبارك الله على المرأة المغربية والله يحفظكم وما نساوش حتى الرجل لأن النصف الآخر من المهم يعني نذكره ونشكره حتى هو لأن فيه الأخ فيه الأب فيه الإبن تبارك الله عليكم كاملين وتبارك الله على المغاربة أينما كانوا وتبارك الله عليك لالا حياة شرف لينا شرف لي أنا الله يطول عمرك نحقق سواء كان أنا هاجي هانو دولالي عايز نساء المغرب عليك نساء الجبال خيبات الأمل هذه السنة كنعيدو سنوجه لكم كلمة معاك الحوار ممتع شنو كلمتك الأخيرة اولا سنه سعيده وكل 8 مارس والنساء العالميات والنساء المغربيات خصوصا بالف خير. هذه السنه الحمد لله كنلاحظوا على ان كاين واحد تطور في على مستوى حقوق النساء كاين تكافؤ الفرص كاين تمكين النساء في شتى المجالات. المراه الاعلاميه على حسب المؤسسات الاعلاميه كنلقاو كاين واحد المناصفه يعني كنلقاو المراه اعلاميه مراه مصوره مراه موظفة المرأة في مختلف مجالات المتعلقة بالإعلام. المؤسسة الإعلامية احنا كنموذج الحمد لله عدد الصحفيات ولا كيتجاوز عدد الصحفيين وحتى بالنسبة لمراكز القرار تجربتنا كاينة بالنسبة حتى للقناة الأولى بعد المؤسسات الإعلامية وكنتمناو تشمل جميع المؤسسات الإعلامية سواء الصحافة الإلكترونية المكتوبة السمع البصري. باقي قدامنا الكثير لتحقيق المناصفة لتحقيق المساواة ولكن كاينة جهود مبذولة من طرف المسؤولين من طرف المجتمع المدني اللي ناضل في هذه العشرية الأخيرة والنتائج النضال ديالو تحققت ونتمنوا المزيد إن شاء الله من المناصفة في 2022-2023 وفي المستقبل بإذن الله. كنتمنى من المرأة المغربية تآمن بالقدرات ديالها تآمن بالكفاءات ديالها. كنتكلموا هنا على ربة البيت المهندسة كنهضروا على ربانة ديال الطائرة كنهضروا على سائقة التاكسي كنهضروا على المرأة اللي في المغرب العميق تآمن بالكفاءات ديالها. المرأة اللي هي بدون وظيفة هي عندها أكبر وظيفة هي ربة البيت. الإيمان بالقدرات ديالها وبالكفاءات ديالها وخيبات الأمل لازم تتجاوزوها لأن لكل مجتهد نصيب وسنة سعيدة لكل المرأة في مكان. طبعا احنا اليوم نتواجد بالمعهد العالي للصحافة والاتصال كمجموعة من الفعاليات النسائية احتفاء بالمرأة في يومها العالمي مجموعة من الأسماء بمختلف التوجهات ديالها الفكرية وكذلك الاجتماعية وكذلك موجودة كذلك هيئة التدريس بالنسبة في العنصر النسائي وهذا التفاتة قوية سواء كانت إعلاميا أو ثقافيا أو اجتماعيا
اجتماعيا. جاء الوقت اللي كل المكونات والفاعلين في كل المجالات داخل المملكة أنهم يكونوا نبراس وكذلك يفتحوا الطريق أمام كل الكفاءات النسائية. محتاجين أننا نمكنوا تمكين المرأة في مختلف حقوقها، وكذلك أهم شيء هو حقها في التمكين الثقافي والإعلامي، خدمة أولا للصورة العامة للمرأة المغربية في وسائل الإعلام، الصورة النمطية للمرأة المغربية في وسائل الإعلام والاتصال سواء كانت وطنية أو دولية. وهذا معطى جديد يجب الأخذ بعين الاعتبار، كون أن المرأة من أهم ركائز التحولات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية. المرأة تبارك الله المغربية ما تحتاجش تبارك الله في ممشات ديرا بلاستها ديرا إلي كومبيتانت لا فم ماروكان. وتبارك الله دابا خير اللي كنشوفوا دابا كيفاش وقفت في هاد الابيديمي دابا اللي كاينين حنا فيها، كيفاش كافحات بجميع الوسائل. تبارك الله راه شفنا دي فام لي دي ميدسان دي زانفيرميير كيفاش كانوا واقفين، كنشوفوا نساء السلطه حتى هما كيفاش كانوا واقفين في الجبهه. يعني سكيل في راه كاينين دي فام كومبيتونت ولي غاديين في المسير ديالهم ان شاء الله، وغنشوفوا مازال ان شاء الله دي دوتغ فام لي ماجين وطالعين دي جيل اخر اللي جاي عاوتاني بثقل وبوزن كبير ان شاء الله. بمناسبة لوي مارس، كلمة منك لكل مرأة مغربية غادي تشوف. غنقول لهم تحية الشكر والتقدير، ونقول لهم زيدوا القدام وكوراج، والمغرب محتاج الكفاءات إن شاء الله أكثر وأكثر وأكثر. هذا كيعتمد على 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 علينا لي فام، باسكو حنا الأساس وبناتنا أساس وخواتاتنا وكنا لي فام بحال هكا، خصني وحدة تعاون وحدة وغادي نمشيو غنمشيو ان شاء الله للحاجه اللي تشرف المغرب ان شاء الله. بمناسبه اليوم العالمي للمراه تشرفنا انا والزملاء ديالنا باش اننا ننظموا هذا الحفل تكريما للمراه المغربيه وباش نشكروها على المجهودات ديالها. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه لكاع النساء المغربيات الشكر على كاع المجهودات اللي كيديروا معنا باش انهم كيقدروا ينظموا بين الخدمه ديالهم بين حياتهم الشخصيه. تحيه كبيره للامهات ديالنا وكاع النساء المغربيات. اذا بين الامس واليوم صحافه اللي عندها ضمير وتوف ومعها كانت اندعام جميله نعيمه الام اسم على مسمى الزوج الام والاب في حياتي. فريمون انا اليوم ما كنتش غادي نكون حاضره هنايا لولا المجهود ديالك.